رحلت من اسطنبول، والسبب انه بس مضوع كامل كي صاروا يعيطوا فينا ويتعاملوا معنا بعنصريه. انا حاليا ما لي حدا بعزاز، قاعد بالجامع. رحلت من اسطنبول والسبب انه بس مضوع كامل كي. انا عندي كملك اسطنبول وعندي شهادة سواقة وطالب جامعة سنة تانية، ومالي غير امي واخين صغار هنيك. رحلوني جبري بعد ما حبسوني 20 يوم، اخذوني من اسنيورة ميدان، بعدين حولوني على توزدا. 4 ايام تميت توزدا، بعدين حولوني على غازي عنتاب تميت فيه تقريبا 15 يوم. قدمت ورائي انا بغازي عنتاب، كان يوم الجمعة للآمر المسؤول هنيك، قال لي راح ساعدك. كان في سبت واحد قتلى، يوم الاثنين رحلوني الساعة 8 الصبح من معبر جرابلس، وجيت انا لهون على اعزاز وما الي حدا بعزاز. وانا قبل ما ياخذوني قلت لهم انه هيك هيك، يعني انا طالب ومضوع ورائي ومنزل اعلان بالجريده. حكى لي شغلتك ان شاء الله محلوله 10 دقائق. بس طلعت على الباص اخذوا مني جوالي وكل اغراضي، صاروا يعيطوا فينا ويتعاملوا معنا بعنصريه. بس والله يعني انا راح يدمر عمري 12، انا بتبلش جامعتي يعني ما بقيان كم يوم. وحاولت اتواصل مع الجامعه، حاولت هون اوصل للمجلس للوالي، ما حدا فادني بنوب. انا حاليا ما لي حدا بعزاز، قاعد بالجامعه.